إلى ذلك يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. واستقبل مطار العريش اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية. هذا وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي وحتى الآن 474 طائرة، من بينها 388 طائرة حملت أكثر من 12 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 86 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.